بولدر انرجي درينك، حلها تلقى حلها. لارينا، التحدي اللي يستقبل كل جمعة 6 متبارين. زوز باش يروحوا من أول مرحلة، الباقيين باش يتنافسوا شكون الأسرع والأقوى. باركور فيه دي شالنج من أصعب ما فما، المتبارين باش يتعبوا باش يعرقوا وباش يتحداوا رواحهم، وفيهم حتى اللي باش يخلق المفاجأة. التحدي توا يبدأ، مرحبا بكم في الأرينا. الجمعة اللي فاتت تحدي لارينا قلب المعادلات الكل، وكانت المفاجأة بانسحاب سيرين لليوتوز بعد ما وجعتها ايديها وعجزت قدام تحدي المانكي بارس. وفي كيب الأولاد الجرينتا والإصرار خلاو الموديل والممثل يقين يخلط على حمزة وينجح باش يكون هو بطل الحلقة. هذه الجرينتا الاكسبيريونس متاع لارينا متواصلة، وتوا عنا 4 مترشحين للدور القادم. اليوم زوز من 6 متبارين مش يكملوا الرحلة اللي توصلهم للمئة مليون. مهمتهم مش تكون سهلة، خاطر لازمهم برشا قوة في البدن قبل المخ. اليوم لارينا تستقبل أبطال جدد. مرحبا، خليني نذكركم اللي لانجو فيه 100 مليون. لانجو فيه 100 مليون. هب نعرف حاضرين ولا ماكمش حاضرين؟ حاضرين. باهي ملف التورنادو تنشوفوا. تابعوني. اليوم باش نبداو مع الاولاد نضال، حمزه وسمير. شكون منهم باش يلعب الاول في التورنال؟ توت سويت القرعه. شكون القصير عندي؟ انت هاي ارتاح. دونك التورنال الاولى باش تكون بين حمزه ونضال. نضال حمزه حاضرين؟ حاضرين. اوبجيكتيف واحد. حاضرين. العلم اللي يجيب العلم هو اللي مش يجي مش شيرته باش يلعب. الثاني عنده اون اوتخ شانس اما مش يدوخ مرتين. توب. نضال الخماسي، عمري 25 سنة، أستاذ تربية بدنية، متخرج من معهد العالي للرياضة والتربية البدنية بحصر صعيد. حصلت على عدة بطولات في الجودو، رتبة ثالثة البطولة العربية، مدرب درجة أولى جودو، مدرب درجة ثانية جوجيتسو. حاليا نمارس مهنتي كمدرب كروسفيت. جو ان كومبيتيتور، نحب لي كومبيتيسيون، نحب التحدي. قلت لكم انا ما تحقروهاش. لا حلو. انتم تفدلكوا ملي جيتوا، اما توا رانا في الصحيح. حمزه التباسي، عمري 30 سنه، نخدم في المسرح الوطني شوفير. كيف اي موظف نخدم من 8 ل 5 ونص، نحاول نخلي شويه وقت الغرامي اللي نعمل فيه نتاع السيرك، وماذا بيا نربحوا فيها فلوس باش نعملوا بلاصه وين رينيو الصغار، خاطر احنا ما لقيناش وين ترينيو. بلاش مغامرات، بلاش ادرينالين، ماهيش حياه، ما توفى نموتوا. ما خدمت برشا حاجات في حياتي، كل مره نعمل حاجه في بني، في هزين شكاير، في هزين رزين، في مارشيات. فما برشا خدم مظلومين اللي يخدموا فيها،
أكثر وقت وشوية فلوس وحبيت نشارك في الأرينا باش نظهر في التلفزة ونسلم على أمي برشا ونقول لها نحبك برشا وحبيت على الفلوس أكيد كيف ما قلت لك خاطر عندي فكرة متاع مشروع وعندي شوية ديون كيف العبد الكل ما نقولكش نحب روحي عندي برشا فلوس خاطر نحب نقعد فرحان نحب نقعد نعمل حاجة اللي نعمل فيها تفرحني وكذا ما تتحل السنتور كان ما يقف الكرسي بابو حمزة بابو حمزة حمزة هو المترشح الأول معانا أما نيفال عنده فرصة أخرى ضد سمير شكون من سمير ونضال اللي باش يعاود يدور في التورناد مش يخلط عليه ومش يتحاربوا على البطولة حاضرين؟ حاضرين توب نضال توا تعرف اللعبة وين هذه المرة الثانية توب باش نشوفوا اسكو مش تعاود لمم تكنيك ولا مش تبدل سمير الحفصي 28 سنة من جزيرة قرقنة كوتش سبورتيف وبانتر نعمل دي تابلو دي اكسبوزيسيون كل زاد عندي كيف كيف اكسبوزيسيون قريبة مش كان فيزيكمون لازم الواحد يكون حاضر لازم زاد الكونسنتراسيون الانتيليجونس سمير بريكي ماهيش فكرة طيارة برشا انك تغمض عينيك وتنجم تعاونك زاد هاي 30 سكوند دوم هاي نذكركم ما تتحل السنتور كما يقف الكرسي إلا ما يقف الكرسي هذا القليب هذا القليب اللي حاجتي بيه ودايخ هكا سامش بروح أيوة نضال ولا عنده إكسبرينس عاد في التورنات وما خليش الفرصة الثانية تفوت مالوريزمون معناها عملت محاولة واحدة وما كانش عندي رابيديتي معناها ما كنتش سريع شوية دونك نضال هو اللي باش يلعب مع حمزة خلينا نبداو ونشوفوا شكون باش يكون البطل متاع حلقتنا لارينا الباركور توا يبدا كل متسابق لازم غطسة في أكواريوم غرقه متر ونص وفي الخروج باش يلقى عجلة توزن 60 كيلو وبعدها البرويطة اللي كركرها على 30 متر بعدها لجو دي بورت وين لازم المتبارين يكسروا البيبان الأربعة ومنهم نمشيوا لليزانو وبعدهم المانكي بارز 8 هو عدد عجلات البالانس ومنهم نتعداو لسماش اللي بعدها ما يبقى في باركور لارينا كان تحدي الفلاش اللي يفصل المتسابق على البيراميد الولاد عندكم الحق باش تخموا اللي عملتوا خطوه به اما صحيح توا مش يبدا الباركور تاع الارينا توا مش يبدا حاضرين 3 2 1 توب عندك حق باش تتنفس في الماء أكواريوم مفتاح يهبط متر ونص تحت الماء ويخرج من الجهة الأخرى تحل بيه الصندوق وتاخد البوزل غابو حمزة غابو حمزة غابو نضال بخمية بوزل عندك حمزة عندك حمزة مازال اللعب مازال اللعب مازال مبلول رزين حس بروحك برافو هذا هو هذا هو رزانت عليك العجلة تحب نخفولك توب أبو هاي بوزل الثاني الحمزة
اي اي هذي هو وقت مطرق كم مطرق تعب ان مطرق اخي اي من قوه الضربه نزال كسر المطرقه اما هذا ما عطلوش جوست يرد باله من البياج اما ما تنساش اللي فما حديد راه هز البازل نتاعك امشي نعطيكم الصح هذا هو اللي قريته هاي سيح عندك روتار اما مازالوا لي زوبستاك مازالوا لي زوبستاك نكست اللي باك يا خسوف لهنا كما قلت قبل هذه لعبه نتاع روض هذه لعبه نتاع روض نتاع صغار وي لزانون تظهر لعبه صغار اما بعد غطسه في الماء البارد وتكسير الحيوط في وسط ستريس نتاع الكومبيتيسيون يا ياسين راه اليدين تثقل والتركيز يضيع برافو بروميير سيرسو ليك عندك دو سيرسو لهنا دو سيرسو لهنا اي 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 سي هذه ما سدتكمش برشا انتم زاد تنجموا تربحوا كهرباء ابعثوا سماس على 85811 فيه حرف ا قد ما تبعث قد ما حظوظك في الربح تكبر سومها اكثر من 60 مليون صدقني صابوا لابي هاي سي الروتار نتاعك رجعت يعطيك الصح برجو لي برافو الروتار نتاعك رجعت يدو هيه برافو لا شعر شعر برد عليه ما فما حد سابق لاخر ما فما حد توا حمزه ولا سابق نضال خليني نعلمك اللي حمزه كمل لوبستاكل هذاك خليني نعلمك اللي حمزة كمل الأوبستاكل هذا ولا هاي هذا اللي استنى فيه هذه اللي استنى فيه برافو جوك هذا الفازل نتاعك برافو ايش عاد هوني 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 هزيت الفازل نتاعك ما هزيتوش ايش دقيقة ترى دقيقة ايش 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 لا لازمني نمسح لك هذاك دقيقة لازمني نمسح لك كل هذاك فتخدم بعد قبل يجي دقيقة ايش لازمني نمسح لك وجهك محلول راه شويه هذول شفت هبيش بابو يعطيكم الصحه زوز الترهويجه متاع تيحه بدات تظهر على حمزه ولهنا الاولاد خلطوا على بعضهم وقريب يكملوا ينحيوا العجالي ثمانية من البالونس اللي طولها 3 متر لوح لوح ولا هذه هي الارينا هذه هي الارينا لجرين مش مشكلة لا 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 هذا ما غادي نزيد على ايجاليتي سبا سبا ما هيش مخت دقيقة تا نتا حسام حسام امبيلونس هيش دقيق لازم يشوف حسام امبيلونس عمل تلا لهنا عمل تل سو شوف ينجم يكمل ولا لا دقيق ينجم يكمل ولا لا بيه سبا يكمل يكمل بار
ماهيش صعيبة لهنا. سي ان اوبستاكل دو فوغ صحيح، أما ثم تكنيك فيها، ثم تكنيك فيها. هذه خدمة عباد مش لازم تعرف، خدمة عباد. برافو لهنا مش تتعب، متأكد هنا مش تتعب. عايش خويا نضال لليونات نتاعك كمان. نضال البس اللونات عايش خويا. نضال لليونات سيكوريتي افون تو. عينيك تجد تاخذ فيها حاجة. شربوا. هو ديجا الشطر متاع الباركور وانا بيدي تعبتوني معاك. على حتى واحد يجي. نعم فوي تعب الباركوري تعب صحيح، اما مش تضرب الكلوش وتترشح للدور الربع النهائي وتلعب على 50 مليون لازمك تتعب. برافو هذه تكنيك به يضرب على الجناح. اللي تعب ينجم يقول لي راه، اللي تعب ينجم ينحي المطرقة ويروح. أما نعرف اللي مستحيل معاكم، نعرف أنتم الزوز دار اللي قلت بتاعكم اللطف. سي ما عادش برشا، ما عادش برشا، ما عادش برشا، ما عادش برشا. باهي الغزرة نتاعك لهنا، باهي الغزرة نتاعك. بدل اضرب على الجناب، نحي لها الروح اللي فيها. فوالا. ما نصورش كان حمزة تعب انا راه، ما نصورش كان حمزة تعب. تحب ترتاح شوية؟ تحب ترتاح شوية؟ نضال، تحب ترتاح شوية؟ ها؟ تحب تضيع شوية ثواني؟ لا باش يربحهم حمزة؟ تحب تضيع شوية ثواني؟ اضرب مالك. اس ام اس 85811 في حرف ا. قد ما تبحث قد ما حظوظك في الربح تكبر. الكرب سومها اكثر من 60 مليون وصدقوني سابو لابان. برشا جرينتا وروح المنافسه بين الاولاد الزوز اليوم خليت الريتم قوي برشا. شكون فيهم باش يسبق وشكون اللي باش تتعب وتغلب حجره السماش؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل.